مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان، نحييكم دائما وابدا. هكذا التواصل مستمر ايها الحب الكريم، مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان. واعلنت انطلاقة الشوط الاول الرئيسي، شوط الرمز، والشوط الثاني عشر الخاص للمشتركات المفتوح، الانتاج والمنتجين، والرمز المقدم من فهد بن علي بن سلعان تحت شعار كلنا تميم المجد المقدمة وصدارة مرسال. ارسل يا بن سلعان مرسال، سعود بن علي بن سلعان المري من يرسل الناموس ويرسل الى الرمز، ولكن رسي خطير قادم هنالك غدار وسعيد بن حمد بن لزيوي هنالك، ولكن وصل الله شاهين وسالم الحمد بن جهويل من يقدم شاهين، وهنالك شعارات كبيرة مميزة حاملة هنالك طموحات الملاك والمشاركين. ولكن لنعود إلى المقدمة إلى الصدارة، مرسال سعود بن علي بن سلعون، أرسل إلى الرمز يا بن سلعان والعصقوز يا بن سلعان، ولكن الخطير بن لزيح غادم، وهنالك أيضا واصل شاهين وسالم الحمد بن جهويل، ورابع الأسماء وصل الفائز وحمد بن سالم بن شابل، ولكن خلاص كمل 400 متر. مرسال أرسل الناموس يا بن سلعان الرمز، ولكن بن جهويل غادم بن جهويل مع شاهين، ولكن الله يا مرسال سعود بن علي بن سلعان الرمز، ولكن بن جهويل غادم، وايش تنتظر يا بن سلعان والعصقوز يا بن سلعان، التيم مطلوب، الامتار المجنونه والحاسمه والعصا في البطان يا بن سلعان. مرسال الناموس سعود بن علي بن سلعان والعصقوز، ثاني الاسماء وصل شاهين سالم بن حمد بن جهويل، وثالث الاسماء كان من نصيب الفائز وحمد بن سالم بن شابل. التوقيت الزمني ساعة وصول مرسال لخط النهاية، قطع مسافة 1500 متر في دقيقتين 12:71 جزء. تهانينا والناموس لمالك مرسال، الأرسل الرمز إلى بن سلعان، سلام يا بن سلعان والعصقوز.